طبعاً لما يجتمعوا رولا وإيدي أكيد أكيد في حماس وأكشن وكمان في تضارب في الآراء يعني. أكيد، واليوم راح يكلمونا عن كيف ندخل التكنولوجيا الذكية على بيتنا بشكل صحيح ويعطونا رأيهم في استعمال النوافير والمدافئ الغير الطبيعية، فهل هم مع ولا ضد؟ خلونا نشوف في هذا التقرير. يلا. وبما أن التكنولوجيا صارت جزء لا يتجزأ. قولي آ. آ. با. 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 أدي خلاص. وشو أنواع التكنولوجيا؟ بلاش تفرط رولا، طول عمري يا لورا وطول عمري يا.